العديد من الملفات تم إثارتها مع السيد وزير الخارجية حول العلاقات المصرية والتكامل العربي المستمر، لا سيما أن حدث طفرة ضخمة في العلاقات المصرية العربية بعد ثورة 30 من يونيو تحديدا، سواء في الملف السياسي، سواء على الصعيد الاقتصادي، سواء على الصعيد الأمني أو العسكري، كافة الأصعدة تم تناول شكل العلاقات المصرية مع امتدادها ومحيطها العربي. بخصوص بيان وزير الطيران، طبعا شمل على أهم ما تم إنجازه الفترة اللي فاتت وأهم الخطط المستقبلية ليه، ولكن خلينا نقول إن رغم كل الإنجازات اللي تمت داخل الوزارة، هو مشكور على العمل وفق خطة محددة قوية، ولكن لازال هناك الكثير من الأعباء المحملة أو المحملة تجاه هذه الوزارة، وكثير من الأحلام الموجودة تجاه هذا القطاع القوي والذي يعبر عن أول انطباع لدى السياح في داخل وجودهم في مصر، فلازال هناك طريق كبير. وكان السادة النواب على هذه الرؤية في طرحهم لكثير من التساؤلات والاقتراحات بشأن هذا الرؤية. بيان متزن، بيان بيعرض جهود الدولة كدولة مصر اللي وقفت مع قطاع الطيران المدني، دعمت القطاع ب 2 مليار لحين إعادة تشغيل أو الوصول ل 80% من تشغيل 2019. معالي الوزير ركز على الجهود الفترة اللي فاتت خلال جائحة كورونا اللي أصابت قطاع الطيران المدني في جميع دول العالم، كان أكبر قطاع في خسائر وصلت ل 400 مليار دولار في كل العالم.